يعطيكم العافية. صراحة احنا مش عارفين ايش نعمل لكم اكثر من هيك او ايش نوثق لكم اكثر من هيك عشان توقفوا هاي الحرب. احنا 60 يوم وكل يوم مجزرة، كل يوم ابادة بروح فيها الاف الضحايا والمدنيين اللي ما لهم اي ذنب. كل مكان مستهدف في غزة، ما في اي مكان امن، مستشفيات مستهدفة، مدارس نزوح مستهدفة، بيوت الناس اللي ما لها علاقة في اي شيء مستهدف. انت طالما عايش في غزة فانت مستهدف. اليوم بس بيت زي ما انتم شايفين في المشهد اللي قدامكم، 50 شخص في منزل واحد، اطفال ونساء وشيوخ ما لهم اي ذنب. يعني المكان زي ما تعرف الشهداء ثلاث مكان، ما في اي مكان حط فيه الشهداء ثلاث مكان. هذا الشخص حسب روايه جهود العيان كان يعبي ميه لبيته لاهل بيته لانه ما كان في عندهم ميه، وكان واقف جنب البيت بعبي ميه، تم استهداف المنزل واستشهد، وغيره كثير ناس ما لهم اي علاقه ما لهم اي ذنب في اي شيء بيصير في هذا الحرب. صراحه شو بدنا نحكي؟ ما ضل كلام نحكي. اذا بتشوفوا كل المجازر اللي بتصير وما حد فيكم حرك ساكن. ايش بدكم يصير فينا اكثر من هيك عشان توقفوا هاي الحرب؟